خبر آخر في الشروق. الشروق تتحدث عن التموين وعدم السماح للقطاع الخاص بشراء القمح خلال موسم التوريد. الكلام على لسان مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية السيد ممدوح رمضان، اللي قال عدم السماح للقطاع الخاص بشراء القمح نيابة عن الحكومة خلال موسم التوريد الحالي. الموسم بدأ في 15 إبريل وسيستمر حتى 15 يوليو المقبل. رمضان قال في تصريحات خاصة للشروق أنه الجهات الحكومية اللي بتسوق القمح والمتمثلة تحديدا في شركات المطاحن والشركة القابضة والبنك الزراعي، الساعات التخزينية للثلاثة بتستوعب حوالي 4.2 مليون طن قمح في 342 موقع تخزيني ما بين صوامع وهناجر. وقال انه لو اكتملت هذه الفراغات التخزينيه المملوكه للحكومه ولو كان في فائض من القمح بحاجه للتخزين، وهو عاده يعني ما بيفيضش عن هذا الرقم، ولكن اذا تم ده سيتم تاجير صوامع من القطاع الخاص ببعض الضوابط والاجراءات اللي بيها انه يصاحب الصومعه الخاصه دي ما يكونش له اي علاقه بعمليه التوريد، والشون الترابيه لو كان له شون ترابيه من الصوامع تكون بعيده عن المطاحن. وده طبعا منعا لاي نوع من انواع التلاعب بشكل او باخر فيما يخص موسم توريد القمح.